شمس السودان التي لا تغيب. وكأنهم في يوم مغيب شمسهم يستدعون ذاكرة مليئة بالشواهد. كان الزمن والتاريخ شهودا للميقات والنظرة لصرح شامخ بنوه بإخلاص، خرجوا وتوسلوا السورة. والله يعني حالي كحال كل العاملين في الشروق، كانوا عهدوا أنفسهم على أن لا تغيب هذه الشمس طوال 12 عاما من يناير 2008 وإلى الآن يناير 2020. كان يعني خبر مؤسف جدا بالنسبة لنا، نحن تعودنا على نقل الأخبار، لكن هذا الخبر المؤسف كان اليوم الشروق منها لا يعني لا تخرج ولا تخاطب المشاهدين من أهل السودان ومن غير أهل السودان في على امتدادي بس. الشروق قدمت تجربة جيدة، تجربة تسعى نحو المهنية وموضوعية وحيدة، غوامها في ذلك شباب مؤمنين بقدراتهم وبإمكانياتهم وبحبهم للسودان ومن أجل استقراره وتنميته وسلامه ووحدته كما تقول الدليل، كما يقول دليلها وكما تقول القوائم القائمة عليها هذه القناة. تجربة الشروق سوف تظل مهما احترضتها من غيوم تحاول أن تحجب شمسها، سوف تظل تجربة رائدة وتجربة مهمة نحو إعلام نظيف، نحو إعلام نحو إعلام هادف ونحو إعلام مهني ونحو إعلام ريادي يخاطب الحقيقة ولا شيء غيره. ولارتباطهم الوداني ليس بالمكان فقط ولا المسمى، بل للمهنية التي رووا بها مسيرة عطائهم. نعمل لله وصول الإيقاف، السودان محتاج لغلاف الشروق تستمر في خدمة أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق كل ما يصبو له الشعب السوداني. شروق تاريخ، شروق خبرات، شروق تجربة غير مكررة. نعمل أن يعاد النظر وينظر للشروق بعين الهم السوداني. وبهذا المسير الظافر أمنيات أن تمضي الشروق برسالتها وتعود بشمسها لتستظل أهل السودان لما لها من إرث وخبرات. أنا بعتبر أن القرار ده قرار يعني خاطئ وجاء في زمن ما زمنه، وده فيه انتقاص من حق الحرية والسلام والعدالة اللي الناس نادت بها وطلعت من أجلها الناس، والثورة جاءت عشان الحرية والسلام والعدالة، وهؤلاء صحفيون إعلاميون قضوا كل أوقاتهم في خدمة الإعلام السوداني، وقناة الشروق قناة مشهود لها بالحيادية ومشهود لها بالخبر المتميز ومشهود لها بالانتشار في كل السودان. فأرجو من الجهات المختصة الحكومة الانتقالية أن تتراجع في هذا القرار، لأنه قرار مجحف في حق العاملين ويشرد الأسر ويشرد ويساعد على البطالة. فنحن في زمن نحتاج فيه أن نستفيد من سواعد هؤلاء الشباب الذين قدموا وضحوا وبذلوا الغالي والنفيس في خدمة الإعلام السوداني. لا شيء يعدل عندهم مقدار حبهم للشروق، رافضين الأفولة، راغبين في ترويض إبداعهم تماشيا مع روح الثورة. الشروق شمس السودان التي لا تغيب.